ما يتعلق بالحائض، الحائض الراجح من قول العلماء أنها تقرأ القرآن، لا حرج في أن تقرأ الحائض القرآن، وقراءتها للقرآن تكون من غير مس للمصحف. فإذا قرأته من جهاز محمول أو قرأته وقد وضعت على يديها ما يمنع مباشرة المصحف من قفاز أو نحو ذلك، فالأمر في ذلك قريب. الحمد لله.